مناحل الشفاء يعني تتميز بجودة النوعية، انتقاء المورد أو النحال. المصداقية في الوقت الراهن بتكون صعبة. كل شيء سهل طالما وأنت موجود في داخل دولة الإمارات، الأمور طيبة. والله الشكر موصول لرئيس الدولة ممثلة بالشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وجميع حكام الإمارات. إحنا في دولة الإمارات نحس إن إحنا في بلدنا الثاني. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلي الاتحاد، وكما عودناكم دائما بتسليط الضوء على قصص نجاح بدأت من هنا من داخل دولة الإمارات. رحبوا معي اليوم بالسيد صدام ناصر. بداية أسعد الله. أهلا وسهلا. أهلا سيد صدام، دعنا نتحدث عن البدايات، كيف كانت بدايتك داخل دولة الإمارات؟ بداية بسيطة، بداية كانت بداية جيدة، أعطتنا دافع حافز أنه نستمر. أول دخلنا دولة الإمارات تقريبا في 2013، شاركنا في القرية العالمية في الجناح اليمني، وصارت شوية خسارة، ما استسلمنا، استمرينا والحمد لله وصلنا إلى مرحلة مرضية مقنعة، شيء طيب، متفائلين بالخير إن شاء الله.
يعني دائما نتحدث ان لكل قصة نجاح هناك تحديات وصعوبات تواجه الشخص. دعينا نتوقف عن التحديات والصعوبات التي واجهت مناحل الشفاء عند تأسيسها. التحديات والصعوبات بشكل عام بدأت في بداية تأسيس المؤسسة. الأخ فارس المؤسس وضع خطط معينة مشينا عليها، والحمد لله صحيح حصلت بعض الأخطاء بعض الكذا، تعلمنا منها وانتجنا انتاج طيب لا بأس. نعم، يعني نحن الآن داخل مناحل الشفاء للعسل اليمني، دعنا نستذكر يعني أهم وأفضل المنتجات التي تقدمها. بالنسبة للمنتجات بشكل عام، مناحل الشفاء تخصصت في اليمن في بيع العسل ومشتقات العسل، وكذلك تخصصت في الزيوت الطبيعية، الحنة، الكريمات، الصوابين، طبعا كلها من إنتاج المؤسسة، مش يعني نشتريها من مكان. عملنا على عمل تقدري تقولي معمل مصغر بالطريقة البدائية، وكانت البداية منه. يعني دائما نتحدث أن لكل قصة نجاح رؤية وتطلعات مستقبلية. ما هي أبرز التطلعات التي يضعها السيد صدام وشركائه لمناحل الشفاء للعسل اليمني؟ نطمح للعالمية. نعم. إنتاج تصدير، التصدير يكون تصدير عالمي بشكل عام، وتكون نقطة البداية من الإمارات، من دبي، بحيث أنه يتم التصدير إلى أنحاء العالم. دعنا نتحدث عن أفرع مناحل الشفاء للعسل اليمني داخل دولة الإمارات. طبعا داخل دولة الإمارات لدينا 3 أفرع، محل في الشارقة في متاجر المصلى، ومحل في سوق مدينة جميرة في دبي، ومحل في سيتي سنتر مصدر أبوظبي. لو أردنا أن نتحدث عن يعني الجهود التي تقدمها حكومة دولة الإمارات للموجودين والمستثمرين داخل هذه الدولة. جهود كبيرة، تسهيلات كبيرة، نتكلم من واقع لمسناه وعشناه وعاشرناه، فما قصروا. التسهيلات اللي موجودة تسهيلات طيبة، نطمح المزيد. نعم. كي يكون النجاح نجاح باهر. لو أردنا أن نوجه رسالة للشباب المقبل على العمل، ما هي رسالتك ستكون؟ رسالتي للشباب بشكل عام يضع طموح معين، تكون هناك مصداقية حقيقية في المشروع الذي ناوي عليه، وكل شيء سهل. نعم، يعني لو أردنا أن نصف النجاح بكلمة، ما هي كلمتك ستكون؟ توفيق من الله في البداية. صناعة الاسم والنجاح ليس بالعمل الفردي، من الأشخاص الذين ساندوا السيد صدام للوصول لما هو عليه؟ بكل تأكيد، العمل عندما يكتمل العمل لابد من مساعدين، لابد من داعمين. الداعمين بلا شك من الأهل، في الموردين الخاصين بمناحل الشفاء للعسل اليمني. يعني الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، الأهل بشكل عام داعمين، داعين كل المجالات. نعم، أشكرك سيد صدام على هذا اللقاء، وكنت خير مثال للعمل الدؤوب. شكرا لك. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم.